مرحبا بكم احبائي الاعزاء، انا اسمي دعاء سعداء، ادرس بمستوى الخامس ابتدائي فوج هاء. وبمناسبه شهر رمضان المبارك سوف اقوم بتلاوه القران الكريم كهديه متواضعه مني، عسى الله ان يرفع عنا هذا الوباء ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وانا ظننا ان لن نقول الانس والجن على الله كذبا. وانه كان رجال من الانس يعوذون بالرجال من الجن فزادوهم رهقا. وانهم ظنوا كما ظننتم يبعث الله أحدا. وإنا لمسنا السماء ووجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العظيم.